في حد هنا في الحته مزعلك ولا حاجه؟ محدش يقدر يزعلني. ما انا برضو بقول كده، اصل اللي زعلك يزعلني. فين داليا رحيم؟ مين؟ داليا مين يا باشا؟ هنلف وندور على بعض بقى ولا ايه؟ المفروض انا اللي اسال سيادتك السؤال ده. ماشي يا وحش، فتش لي شقه شقه في الجماليه لحد ما تلاقيها. امرك يا فندم، تعالى معايا. انت كويس؟ بنفسك. منورينا يا بشوات. اخر مره شفت فيها عزت كان امتى؟ عزت؟ عزت مين يا باشا؟ ما تكونش سيادتك تقصد استاذ عزت العلالي بتاع السينما؟ هو بقى له فتره مختفي فعلا. ايه الخفه دي يا رحيم؟ انا بتكلم عن عزت اللي كان بيشتغل مع امينه. امينه الله يرحمها بقى. امينه كان معرفها كتير، تلاقيها كانت فعلا تعرف واحد اسمه عزت، بس انا معرفوش. ملهاش اي اثر يا فندم. والله يا اخي اول ما شفتك قلت اكيد مش هيلوح، بس معلش الرجاله عملت شغلها برضه. يا احمد باشا انت عارف كويس ان داليا بريئه. انت عارف كويس قوي ان انا مش عايز داليا. انا وانت فاهمين بعض كويس، وانت عارف انا عايز ايه. مشكلتك يا احمد باشا انك مش قادر تنسى اللي حصل في 2011. انسى؟ انا شغلتي ان رحيم بتاع 2011 ما رجعش تاني. يبقى سيادتك كده غاوي تعب يا باشا. ما انا جيت لك من الاول، جيت لك دغري وقلت احط ايدي في ايدك، بس انت بقى مصمم تنفذ اللي في دماغك. تهديد ده ولا ايه؟ معاش ولا كان اللي يهدد الحكومه. قول القوات تتحرك. لا تتحرك ايه يا باشا؟ طب والشاي؟ ولا واحد شاي سك عليه سكر زياده بسرعه. طب يلا يا خالد في ايه؟ تمام يا فندم. نورتونا يا بشوات. ايه الاخبار يا باشا؟ حاسه اني هموت. طب اهدي اهدي، خدي نفسك. الحمد لله الحمد لله، انا شفت رجليهم خلاص، قلت البوليس هيمسكني. دي اكتر مره اخد فيها في حياتي. حقك عليا. داليا انت كلمتي حد تاني في التليفون غير مامتك؟ كلمتي حد في التليفون؟ ايوه انا كلمت عماد. ليه؟ ليه يا داليا؟ لأنه قال لي لو رحت له هيخلصني من المشكلة اللي أنا فيها. وعماد لو يقدر يساعدك ما عملش كده ليه وأنت في السجن؟ التليفون فين دلوقتي؟ فوق في البيت. كويس. ولو سمحت ما تعمليش حاجة تانية غير لما تقولي لي. أديك شفتي اللي حصل. أنا مش عايزة أدخل السجن تاني. ما تخافيش، طول ما أنت معايا البوليس مش هيقدر يوصلك. عارفة ليه؟ مفيش حد هيقدر يفهمه أكتر من مجرم قديم ورد سجون زيي.
يعني ايه مش عارفين توصلوا لها؟ ايه؟ تليفونها عمل 3 مكالمات وقفل؟ ماليش فيه، انا عايز الست دي بأي طريقة. مالك يا ساي؟ ماليش، هيكون مالي يعني. مالكش ازاي؟ ده انت متشلفط جامد. عارفة يا رحاب، لو اعرف العيال اللي عملوا فيا كده ويطلعوا هم اللي في دماغي، عارف هعمل فيك ايه؟ هعلقك من رجلك، لا هعلقك من شعرك زي اليويو. ما تستهدى بالله يا سيد وتطلع اهلي من نافوخك بقى. لما يسيبوني هم في حالنا يا اختي. هو هشام كان جاي ياخد منك فلوس صح؟ لا مش صح. مش صح. ماشي يا رحاب. ماشي. ورحمة أمي، ورحمة أمي أجيب العيال دي. ياه أنا تعمل فيها كده؟ معلش معلش اهدى. حاضر حاضر يا رحاب. ثانك يو يا زياد النهارده. على ايه ولا على ايه بس؟ بص هيكون على ايه؟ عشان صحتنا. لو ما كنتش صحتني الكويس ده كان هيروح عليا. الحمد لله يا رب اني كنت السبب في ان الكويس ده ما يروحش عليك. الحمد لله. انت اوفر كده ليه يا ابني؟ I'm being nice معاك وبقول لك صحتني وشكرا. انت كنت بتعملي كده ليه؟ وانا عملت لك حاجه؟ الحق عليا، وانا كنت عايز اعمل فيكي جميله بس طلعتي ما تستاهليش. دي جميله ايدي بقى ان شاء الله؟ لا مش هقول لك خلاص. لا بجد قول لي قول لي. طيب بص، في ابلكيشن كده شفته على الموبايل بالصدفه اسمه I can't wake up، اوكي؟ هيعمل لي ايه مستر كانت ويك اب ده؟ هيبعت لي واحد يجي يصحيني؟ ايه الطعمه دي؟ دي اقل حاجه عندي. طب بس خلاص بهزر، تعالى معلش اشرح لي. استغفر الله العظيم. بصي الابلكيشن ده بيبعت لك كل يوم تاسك لما الموبايل بيعمل سنوز. عارف يعني ايه سنوز؟ انا قصه حياتي ان انا بقفله من الصبح يا زياد. اوكي بصي تاسك زي ده كده ولازم تحليه. يا حوار ده انت بتهزر؟ انا هحل بتاع دي؟ طب وايه المشكلة؟ لا دي صعبة جدا. يوه أنا غلطان، عايز أساعدك. سيبك بقى من السنوز والتاسك والحاجات دي وخلي الموضوع ده عليا أنا. أنا كل يوم أصحيكي. لا ده أنت خدت عليا قوي. طب وايه المشكلة؟ ريم أهلا أهلا. إزيك يا زياد؟ إزيك يا أونكل؟ عامل إيه؟ أقعد واقف ليه؟ أوكي. أخبارك إيه؟ تمام؟ الحمد لله. الجمالية حلوة؟ كويسة يا عم. بس في اختلاف يعني ما بين الجمالية والقصر. الناس هنا مختلفة. ولا تمام. ايه؟ تمام يعني تمام. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. بابا زياد كان بيوريني ابلكيشن كده على الموبايل. ابلكيشن ايه؟ انا هحتاج اشرح كتير. بص يا بابا خليك انت في موبايلك والابلكيشن بتاع الكشاف اللي بينور ده كده زي الفل. صدقي بس تحكي لي. اكيد بس ما تقوليش لامك يعني. طيب عليك. ايوه يا ماما عماد.